السلام عليكم. Welcome to Arabic Blooms. In this series of videos, we learn Arabic daily conversations. This is lesson number 2. Before we start, download the text of this lesson. Listen to the conversation with English subtitles. حسن، أين مفاتيحي يا سلمى؟ مفاتيحك ليست هنا. لا أدري، أظنها على الطاولة. على الطاولة؟ لا، ليست على الطاولة. حسناً، إذن داخل الصندوق في المطبخ؟ ولا داخل الصندوق في المطبخ. ولا داخل الصندوق في المطبخ. تذكرت، مفاتيحك في حقيبة خالتي. أخذتها صباحاً عندما خرجت لتشتري بعض الأغراض. يا خالتي، أين مفاتيحي؟ مفاتيحك؟ لا أدري يا بني. سلمى تقول إنك أخذت المفاتيح صباحاً عندما خرجت. أهذه مفاتيحك؟ ظننتها مفاتيح سلمى. لا يا خالتي، هذه مفاتيحي. تفضل يا بني. شكرا لك. حسن، that's a boy's name. أين، where, مفاتيحي, my keys, يا سلمى. Asking سلمى, where are my keys? Now, مفاتيح is a plural word. مفتاح is singular. سلمى, the girl's name. مفاتيحك, your keys. Talking to horse. مفاتيحك ليست هنا. Is not here. Your keys are not here. لا أدري. I don't know. أظنها على الطاولة. أظنها. I think it is على الطاولة. On the table. على الطاولة. On the table. No. لا. ليست على الطاولة. Not on the table. حسناً. Okay. إذن. Then. داخل الصندوق. Inside the box. في المطبخ. In the kitchen. ولا داخل الصندوق. في المطبخ. Not in the box. In the kitchen also.
And then she said, آه, تذكرت. Now I remembered. مفاتيحك, your keys, في حقيبة خالتي. Your keys are in the bag of my aunt. And here خالة is the sister of the mother. خالتي. أخذتها صباحا. She took the keys in the morning عندما خرجت, when she went out, لتشتري, to buy, بعض الأغراض, stuff. So Hassan called his aunt, يا خالتي, أين مفاتيحي, where are my keys? She said, مفاتيحك, your keys? لا أدري يا بني, I don't know, my son, I don't know. So Hassan said, سلمى تقول, سلمى is saying that, إنك أخذت المفاتيح, you took the keys, صباحا, in the morning, عندما, when, عندما خرجت, when you went out. So she said, أهذه مفاتيحك? Are these your keys? ظننتها مفاتيح سلمى. I thought they are Salma's keys. لا يا خالتي. No. هذه مفاتيحي. These are my keys. So she said, تفضل يا بني. Here you go, son. And he said, شكرا لك. Thank you, لك. Now it's time to listen to the conversation again, but without subtitles. أين مفاتيحي يا سلمى؟ مفاتيحك ليست هنا. لا أدري. أظنها على الطاولة. على الطاولة؟ لا، ليست على الطاولة. حسنا، إذن داخل الصندوق في المطبخ؟ ولا داخل الصندوق في المطبخ. آه، تذكرت. مفاتيحك في حقيبة خالتي. أخذتها صباحا عندما خرجت لتشتري بعض الأغراض. يا خالتي، أين مفاتيحي؟ مفاتيحك؟ لا أدري يا بني. سلمى تقول إنك أخذت المفاتيح صباحا عندما خرجت. أهذه مفاتيحك؟ ظننتها مفاتيح سلمى. لا يا خالتي، هذه مفاتيحي. تفضل يا بني. شكرا لك. Thank you so much for learning. I hope you enjoyed this lesson. Don't forget to download the text of this lesson. أراكم على خير. السلام عليكم.